ربك فتح لك باب وباب بابان لدخولك الجنة من أيسر وأسهل الأعمال والأفعال. الباب الأول الوالد والباب الثاني الوالدة، أو الأول الوالدة والثاني الوالد. ليه؟ لأن الوالد والوالدة ما يريدون منك كثيرا، والله لا يريدون منك كثيرا، يعطونك أكثر وهم معطينك أكثر ولا شك، لا يريدون منك إلا شيئا يسيرا، هذا اليسير تبخل به على الأم وعلى الأب، لذلك تستحق الدعاء من جبريل والتأمين من محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يكلفونك ولا يشقون عليك ولا يبون لك التعب والخسارة أبدا، بل أرواحهم يضحونها لك أنت، فأنت تقصر، ما يبون منك إلا كلمة طيبة، استئذان، تقبيل يد، تقبيل رأس، كلمة جميلة، ها، دعاء بينك وبينهم، دخول، استئذان، خروج، كذا، تقدير، نوع من التقدير، كلمات ما تخسر فيها شيء، تبخل بها على الأم والأب. إذا بخلت على الأم والأب فأنت على غيرهما إيش؟ أشد بخلا. إذا ضيعت حق الأب والأم فأنت لحق غيرهما أضيع ولا شكّ.